الفستان اللي لابساه هلا ولا غلطه، ولكن احبطت شوي. بقول لك وصلت لي بضاعه شي ام ازياء الربيع، طبعا مش مستنيه يعني. تخيلي $500 مشتريات، واو شغلات بتجنن، ما اخذت شيء اللي اشتريته. وليك خصومات بتجنن، حرام تضيع عليكي. روحي هلا تروح اطلبي، في كود خصم لسارة تي في شو. طيب تمام، يلا استعملي كود الخصم. ها ابعث لك اياه على الواتساب كود الخصم. مستعدين تشوفوا مشترياتي؟ يلا تشوف. مرحبا حبايبنا اللات سارة، كيفكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون زي ما قلتوا بالعنوان شفتوا اول فيديو، مشتريات من شي ان ب $500 فقط. طبعا شي ان غني عن التعريف، موقع شي ان صرت انا تقريبا ادمان لشي ان اونلاين. anyway حبايبي قبل اجيب الفيديو اشتركوا بالقناه، هذا الزر الاحمر، تابعوني على انستغرامي، ولا تنسوا في نص الفيديو راح ازيع كود الخصم لمشترياتنا وتستفيدوا من هذا الكود الخصم. واو واو واو. قعدت قبل ما افتح هادي بادي مش عارفه بادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هاي نبلش فيها، ما بعرفش اعد هاي الشغلات بالعربي وهاي. طبعا الطلب عن طريق شي ان جدا امن حبايبي، طلبوا واستمتعوا. شغلات يا كثير متحمسة لأفتحهم. حبايبي هاي أول قطعة ترينج رياضي كاجوال، تعرفوني بحب كثير ترينجات شي ان لأنه قطنها كثير بجنن. هاي نصكم أوكي، ليوبارد مع أبيض، كثير مقاسها ممتاز، كثير حبيت. والبنطلون رح أورجيكم إياه، وها هو البنطلون ليوبارد مع أبيض، مقاسه كتير رائع، مريح كتير، وقطنه كتير حلو، مناسب جدا لفصل الربيع، كتير حبيته. كتير حلوة، كتير كيوت، قديش كنت بستناها، بس عن جد كتير جميلة. هي اسود سادة عادي تي شيرت، اوكي، والاكمام زي ما انتم شايفين هيك دندشة دندشة، فتكة فتكة، عاد دندشة دندشة. لا تنسوا حنختار احلى قطعة اخر الفيديو، اوكي، بمشتريات اليوم يعني. أول مرة أطلب تنورة من شي ان صراحة، كتير حبيتها، كتير خفيفة للربيع، طلعت على الموضة هلا الترند اللي هو المورد، اللي كله زهور مورد، جبت أخضر مع أصفر، بس كتير حلوة، حبيتها وناعمة، شوي خفيفة، لازم نلبس تحتيها شورت لأنه كتير يعني إنه خفي ممكن تخايل هيك، بس ملمسها كتير حلو فصل الربيع، كتير حلو، كتير ناعم، طبعا التنسيق مش هيلتبس زي هيك، التنسيق على الانستغرام ممكن أحط له بلت، شوفوا قماشته كلها هيك مش عارفه شو اسمها، هاي شراشيب بسميها انا مش عارفه، بس كثير مخيط طريقه كثير حلوه. هلا هو هيك موديل واسع تمام، بس انا ححط له هيك زوم على الحزام هيك بلت في النص بلمعة بشي، فحيكون كثير حلو. اكمامه كم بس اللي هو شيفون شوي من هون ومن هون، بس كثير حبيته، كثير كيوت عن جد. في كياته زي هذا القميص ما شفت صراحه في مشترياتي، بس شو حلو يا، كثير حبيت التفاصيل، التفاصيل بهذا القميص كثير حبيتها. نبلش من هون، طبعا الترند اللي هي الاكمام الشيفون او الاكمام الواسعه اللي زي هيك، هذا هو هيك، كثير مقاسه حلو، دراير ابيض واللياقه ابيض، التفاصيل تفاصيل القميص هذا كثير حلوه صراحه، كثير حبيته. طبعا التنسيق حتشوفوه على الانستغرام كيف رح البسه، خطره على بالي شغله اوف، استنوا على الانستغرام. الفستان اللي لابساه هلا ولا غلطه، ترى شوفوا ما احلى، ياي حاسه حالي سندريلا، بس لابسه فستان اسود مش ازرق. كثير حلو، واو والله هذا كنت انا مستنيته لما شفته على الموديل، بس والله العظيم شوفوا كيف على الموديل، هيا هون شوفوا علي، كثير حلو. هلا المقاس مظبوط تمام اوكي، والاكمام شيفون وطويل طويل، وهاد شيفون من تحت بطالة سوداء، وهيك الشيفون هيك جاي عليه. ايش اوصف هاي التيشيرت ولا هاي البلوزة، بتجنن بنات، شو ما احلى الاكمام، شوفوا الوانها، الله هي حلوة هيك طلعات ربيعية ليلية يعني، كتير حلوة هيك فتحتها تمام، مقاسها كثير ممتاز، مشتها اللي هي القطن اللي فيه زي ستريتش، والاكمام اللي هي قطيفه مع اللمع هذا ما بنسميه الجليتر هذا، اوكي هيك تفاصيلها، شوفوا تفاصيلها ما احلاها. كنت والله العظيم بستنى بهذا الفستان، شوف اول شيء لونه
لونه. هذا اللون انا ما بلبسه بالعاده، يعني اول مره البس ستايل بهذا اللون هو البنفسجي. عن جد كثير حلو تقسيمته، واو 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 مع جسمي هيك، واو. ولا تعليق سيء بدي احكي، انه هو بيرفكت علي. المقاس بجنن، تفاصيله اللي هو رح يجيكم تفاصيله اللي هو شيفون هيك الورد، تمام. اللون البنفسجي الباستيل اللي هو الباستيل من هون شيفون من ورا هيك، اوكي. بجيكم من تحت اللي هي قبطانة وهيك ومكسر من عند الوسط وبيجي هيك مثل ديزاين السمكة. I love it. هذا بده تان، بدنا نتمر حالنا لازم عشان هذا اللون، لانه هو الباستيل مو بالباستيل يعني، بس كتير حلو. هاي معكم مس ليمونة. لا عن جد عن جد اللون واو. هذا اللي هو الترينج بنفس الوقت، يعني ستايل كاجوال قطن على تنورة وبلوزة مكتوب كوين هون، اوكي. اما كوين شو رايكم عن جد والله انه حلو، حسيت ستايل كيوت لفصل الربيع. حلو بالربيع نلبس قطنيات من كثر ما بيكون مثلا الجو حلو، بيكون حار بالنهار او شيء، بنطلع هيك طلعه سريعه سكيني، تمام. واسود مع اصفر، انا كثير حبيته. وبارد قطنهم لشيء ان ساير، واو بارد يعني يعني مناسب جدا لفصل الربيع والصيف كمان. اوكي يا احلى عيله، هلا بدي اقول لكم كود الخصم. شايفين هذا الكود؟ اعملوا لي كابتشر، برافو، خليه عندكم واستمتعوا بعروض مشتريات من شي ان بتجنن. اسعار رخيصه ومناسبه، مع كود الخصم اسعار ارخص، وفيكم تشتروا اللي بدكم اياه شامل كل شيء. لا تنسوا تكابتشروا. يلا نكمل بقى القطع. حبايبي بدي احكي شغله، شي ان دقيقه جدا بمنتجاتها وبضاعاتها وتخزينها. موقع شي ان بهمه كثير صحه الشخص اللي بطلب من عندهم زبائنهم، فاطلبوا وخليكم مبسوطين، طريقه كثير امنه، لا تخافوا، كونوا مرتاحين نفسيا من هاي الناحيه. حبايبي اول مره اطلب صندل من شي ان، كثير حلو كثير ناعم، الديتيلز تبعينه كثير حلوين. عملت لكم زوم عشان تشوفوه واضح، شوفوا لولو وجليتر، يعني لولو وبلمع الستونز اللي موجودين وجلد، اوكي. وهي كعبه مقاس 39، تزويته كتير حلوة راقية، الديتيلز تبعته ممتازة، معمول بطريقة حلو يا ومريح، مريح جدا جدا، ولا كأني لابسة هاي هيلز ولا كأني لابسة صندل هيك محدد، لا كتير مريح. أخذت هذا البوت السنيكرز لونه أسود جلد، كتير خفيف، بتخيلوا قديش خفيف. حبيت اللي هو ملمسه، ويا الله شو خفيف، ولا كأني هلأ لابسة سنيكرز. مقاسه هذا 38، اوكي انا بعد 38 صراحة، فطلع مقاسه كتير ممتاز علي، يعني لا داعي من هذا الموديل تكبروا مقاسكم. وجلده كتير حلو، حتى له شوية هيك الكعب اللي طالع هلأ موضة، فكتير حبيته، كتير مريح، كتير خفيف على الرجل. شو رايكم بالتيشيرت هذا اللي كيوت فلامينغو؟ هلا بتلاحظوا انا كتير بجيب تيشيرتات لونها اسود، بس بيكون عليها حركات. ليش؟ الاسود انا بحبه طبيعتي في اللبس، ملك الالوان، بس لما يكون في شغل هيك جليتر وشغلات ببرز اكثر بجمال اللون الاسود، فزي هيك بختار اسود، بما انه في الوان بس على طول بطلع على الاسود، اذا ما في باخذ لون ثاني. شوفوا بورجيكم شغله، شوفوا كيف مخيط الجليتر بطريقه كتير حلوه ومرتبه، والواسع كتير ولا هو ضيق كثير، يعني انه هيك حلو، مقاس حلو، واسع مفضفض يعني. المرة هاي جبت لمايو كمان شغلة لنجرب لبس الربيع للأطفال والمقاسات، جبت لمايو هاد الأبرتوز، شوفوا أحلى شكله، مبين كبير، يعني حسيته مبين، بهيك بخاف اطلب دايما اونلاين للاطفال بالذات، من الاطفال مقاسهم محير جدا، بالذات بعمر السنه ما بنعرف من محل لمحل او موقع لموقع بيختلف دايما مقاسات، فما بعرف حنشوف عليها كيف بعدين، بس ماشته القطن الحلو كثير للبيبي، ناعمه يعني هي ممتاز لها بفصل الربيع والصيف، هو جمب سوت طويل هيك مورد. كمان جمب سوت، بحب البس مايو صراحه جمب سوت اكثر شيء، اضبلها وانضف لها يعني، اوكي، لان بتعرفوا حركتها كثيره هلا وهيك. هذا جمب سوت قماشته اللي قماشه اللي هي كيف اقول لكم، شو اسمها هي، قطن قماش مش عارفه شو اسميها، منقط هيك مخيط بطريقه كثير حلوه، برضه طويل، هو شكله حيكون طويل المقاس
يعني شكله حيكون الوسع منيح بس يمكن طويل، بس بتزبط يعني عادي. جبت هاي الشنطة من شي ان، بحب شنطهم كتير، هو البني المحروق. ما عنديش هذا اللون صدقوا، يعني كل الألوان عندي بني فاتح، ما لقيت هذا اللون. لقيته مع هاد اللي هو شو بسموه البند، راح نلفه هيك مع الشنطة تمام، بعدين حتشوف التنسيق على الانستغرام، وحيعطي كتير لوك حلو. الجلد تبعهم كتير حلو لشي ان، شوفوا شوفوا الجودة شوفوا. وهيها من جوا معاها اللي هو الحزام تبعها الطويله، بنحطها زي هيك كمان مش نمسكها بس هيك. جبت هذا الحزام هيك بلت عادي مخطط ابيض واسود، ولكن احبطت شوي. اوكي ليش؟ ما توقعته عريض زي هيك كثير، توقعته انه عرضته يعني العرض تبعيته لهيك، شايفين لهون بس. تخيلوا انا لبسته على التيشيرت بس عشان اوريكم اياه، عريض كثير يعني. لو كان اصغر شوي اوكي، يعني لو كان يعني اضعف شوي كان طلع احلى، بس يمكن لما يتنسق مع فستان سادة يبين، مش عارفه. وبيعمل خسر صراحه، عامل لي خسر اكثر وهيك حلو، بس انا ما كنت بدي اياه بالعرض حاله. بدي اورجيكم، شفتوا قبل الفيديو اول الفيديو كيف كانت الغرفه مرتبه؟ شوفوا بعد كل فيديو مشتريات الحوسه، شايفين 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 شايفين، والله العظيم الله يعيني على الترتيب. بس شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ لازم يا باي. هذا فيديو المشتريات يا بنات، شوفوا شو لابسه بالله. نقلات السنيكرز. اهم شيء دبدوب ماي. حبايبي وجينا على احلى قطعه بالمشتريات، صراحه كل قطعه حبيتهم، فراح اختم هذا الفيديو بهذا الفستان، هذا الدريس اللي هو اللون اللي هو الباستيل. اول مره فيكم البس هيك لون، صراحه كثير طلع حلو علي، هذا يعتبر القطعه المفضله بالمشتريات. شي ان قلبي كله بحبكم. كل مره عن مره بنبهر بالكواليتي تبعيتهم والديتيلز تبعيتهم بتتطور وبتصير احلى واحلى، فكتير كتير عجبني. انتوا اي قطعه عجبتكم من المشتريات اللي تبعوتي اكتبوا لي تحت بالتعليقات، واذا حابين تشتروا مثلهم بالمقاسات وكل شيء صندوق الوصف كل روابط القطع اللي انا اشتريتهم، عليكم بس تضغطوا على اللينك وتختاروا بكل سهوله. وكود الخصم هذا هو كابتشرو، لا تنسوا كود الخصم حبايبي، تستمتعوا بالاسعار وشغلات الحلوه. اشتركوا بالقناه هذا الاحمر عشان تنضموا لعائلتنا وتكبر عائلتنا، تابعوني على انستغرامي عشان تشوفوا التنسيقات، شغلات كثير حلوه على الانستغرام. وشكرا حبايبي، بحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي باي.